سراب لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان مع متابعة الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. وهذا شوطنا إذن الذي انطلق هذا الأداء المميز الجميل وآخر أشواط القعدان. تبقى شوطين للبكار، هناك شوط للمحليات وشوط للمهجنات. نتابع هنا المسيرة، نتابع ثمين من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلال الذي قدم لنا أبداعا مميز في هذه الأمسية الجميلة. بينما المركز الثاني من الجانب الآخر هناك المنطلق بهذا الأداء المميز الجميل مشوش لسعادة شيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني سالم بن عامر المدهوشي في تضميره. وعلى المركز الثالث، المركز الثالث هو المنطلق هنا بركان لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق بن فضل الأمين في تضميره. هنا راهي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن محمد بالضبيعة في تضميره. وعلى المركز الخامس، المركز الخامس الباز ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في التضمير. المركز السادس يأتي شاهين من هجن العاصفة هو متابعة غياث الهلالي في تضميره. وعلى المركز السابع يأتي منجم من هجن العاصفة أيضا وغياث الهلالي في التضمير. وصل النصر هنا بهذا الأداء المميز الجميل بشعار سراب اللي اسمه شيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان مع المضمر الشاب اللطيف الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. هنا من ينطلق بها بأداء مميز وجميل على ثامن المراكز. المركز التاسع، المركز التاسع ياتي مغذي ثم الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم مع الخبير أمسري بن سالم بن عرضي الحميري. وياتي الساعي ثم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم مع احد شباب الخوانيق سعيد بن عبيد الحميري في تضميره. من ينطلق على المركز العاشر، هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى. خلف المراكز العشرة هناك أسامي، هناك شعارات، هناك تحدي جميلة وإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وصدارة هذا الشوط أمشوش من ينطلق على الصدارة، أمشوش على المقدمة على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم آل ثاني أي ضمرة. هناك أيضا سالم بن عامر المدهوشي من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني ثمين من هجن العاصفة يتابع غياث الهلالي. وصل النصر لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان يتابع أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يتسلل من مركز إلى مركز بهذا الانطلاق المميز الجميل. أما على المركز الرابع، المركز الرابع يأتينا هنا راهي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعد المكتوم مطر بن محمد بن ضبيعة في تضميره. أما على المركز الخامس يأتي بركان لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين في تضميره. من ينطلق بهذا التحدي الجميل؟ العاصفة قادمة هنا أيضا بهذا الأداء المميز الجميل، بهنا شاهين وهناك أيضا قادم منجم من هجن العاصفة يتابعهن غياث الهلالي في هذا الأداء. المركز الثامن، المركز الثامن وثامن المراكز المنطلق الساعي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري في تضميره. من يأتينا هنا على المركز التاسع وفي المركز العاشر بهذا الانطلاق، أو المركز الثامن، المركز التاسع، المركز التاسع هنا يأتي مقصص سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع مضمر ذكريات سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي. وعلى المركز العاشر هناك معدي من
سجن العاصفة بمتابعة غيار الهلالي. هذه هي النتيجة. وأعود إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك والانطلاق مشاهدينا الكرام من النصر، من انطلق على الصدارة انطلق على المقدمة وعلى المركز الأول، يبغي الفوز، يبغي النصر، يبغي السلام الثاني لأهالي مدينة التراث في هذا الأداء المميز الجميل. النصر هنا على صدارة على المركز الأول لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضمير من ينطلق على الصدارة على المركز الأول. المركز الثاني يأتي مشوش من سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني، سالم بن عامر المدهوشي والشعار الغرافة من ينطلق، ولكن أرى العاصفة وهجنها قادمة هنا ثمين القادم على المركز الثالث. المركز الرابع يأتي شهيد أيضا من هجن العاصفة. والله التحديات قائمة في هذا الأداء المميز الجميل. مشوش وش ثمين، ثمين ومشوش في التحدي والإثارة، والنصر أيضا في دوره في منافسة جميلة هنا. مشوش على الصدارة، مشوش على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. مشوش من سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني، ولكن هنا ثمين، ثمين يتسلل، ثمين يثمن الموقف بهذا الأداء، يثمن الموقف بانتزاعه للفوز وبالناموس في هذا الشوط المميز الجميل. ها هو ثمين من هجن العاصفة ينتزع الصدارة، ينتزع المقدمة والمركز الأول. تهانينا، تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز المميز. تهانينا لسيد الزبرجق حمدان بن محمد بن رابس المكتوم مالك هجن العاصفة ولغيات الهلالي، بينما المركز الثاني مشوش سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني. المركز الثالث من هجن العاصفة شاهين، وفي المركز الرابع لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد أنهيان. أما المركز الخامس من هجن العاصفة، والتوقيت الزمني هنا يا أبو عدنان ولحظة الوصول هذا الأداء المميز الجميل لثمين ولحظة فوزه وانتزاعه للناموس. 7:42، 6 من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي قدم ثمين. تهانينا الهجن العاصف وتهانينا الغيان الهلالي. مشوش من أتى على المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني بالشعار الغرفاوي بمتابعة سالم بن عامر المدهوشي. 7:43، وفاء وتماما وكمالا، بينما شاهين من حل ثالثا من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي قاطعا مسافة 5 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 3 أجزاء من الثانية، 45 ثانية، 7 دقائق. هذا هو التوقيت. هكذا إذا مشاهدينا الكرام، شوطا ينتهي بالحماس وشوطا آخر يبدأ بالإثارة والأمنيات، حيث ينطلق شوطنا 17 ضمن أشواط المساء والذي هي تعدادها 18 شوطا لسن اللقاية في هذا اليوم، سن المفاجآت الذي دائما يحمل دليل البداية لهذه الأعمار ولسباقات اللجن، حيث تبدأ الأساطير من هذا البداية ومن هذا السن، حيث يشاهدها الجميع من خلال المتابعة والمشاركة. المحليات الأصايل تنطلق و